تابعين فقراتنا ويليام حاوي القائد الشهيد، عنوان لكتاب جديد بلخص مسيرة طويلة للمناضل والحزب والأب ويليام حاوي، تم إطلاقه بحفل شهده قصر المؤتمرات بدبي. معدة هالكتاب هي ليلى ويليام حاوي الابن الوحيدة للشهيد، يلي هدفت بشكل أساسي على توثيق حياة واستشهاد ويليام حاوي يلي كان له الأثر الكبير بحزب الكتائب. تقرير عن حفل إطلاق هالكتاب من تبع سوا. مقاوم مناضل ومؤسس القوى النظامية الكتائبية، أطل على الأحداث اللبنانية من مواقف وطنية، فكان من أكبر المدافعين عن القضية اللبنانية. واليوم كتاب جديد يوضع بين أيدي القراء بيختصر مسيرة نضالية ووطنية أرادت من خلاله ليلى ويليام حاوي ابنة الشهيد أن تعرض ثلاث فصول حول شخصية والدها المتميزة، فوقعت كتابها تحت عنوان ويليام حاوي القائد الشهيد. كتير مهم أنه كنت أعمل هالكتاب مشاني أنا، لأحس أنه في أمانة بين زرعها هو بقلبي وفيله إياها، وأكيد أنه عرف أولادي وعرف الناس الجيل الجديد عنه لأنه ما بيعرفوه. بعد ما قريته ما عني جايبه، بس أكيد رح نشوف فيه جزء كبير من تاريخنا، جزء كبير من تاريخ المقاومة اللبنانية، وجزء كبير من النضال من أجل السيادة والحرية. حظنا كان قليل وحزب الكتائب كان حظه قليل بغياب أحد القادة الفذين مثل ويليام حاوي. كان كتير شريف ونظيف الكف، بكفي إنه نظيف الكف. هودي ضحوا بحياتهم وبمالهم وبوقتهم وبكل شيء، واستشهدوا بسبيل الوطن، ونحن على الطريق ذاته ماشيين، وهذا بلد بقيم فيه ما رح نتخلى عنه. وسط حشد كبير من أصدقاء ويليام حاوي تم توقيع الكتاب بقصر المؤتمرات دبي. هالكتاب لأراد استعراض مسيرة قائد يهدي الأجيال المقبلة إلى منابع الأصالة وشرف الالتزام بالأرض والإنسان. مرة كانوا عاطيني اكتب الأحرف الأمجدية، بقى ثاقبت مرة عملت العين وعجبتني كتير، فرجيت الكل بالبيت وكتير عجبتهم. لمن اجا ويليام على البيت قلت له ويليام خد شوف، قال لي اعطيني هالقلم، اعطيته قلم خربش لي اياه، كان يحرقصني كتير. كل رسالته كانت انه يآمن بشي وطن والدولة اللبنانية يكون فيها هي الدولة الوحيدة هي اللي ماسكة كل شيء. طرحت على بشير جميل هالكلمة، لو كان بعده ايه شو كان صار؟ الله بيعرف شو كان صار، بس اللي بنعرفه اعماله هي بطولية. ان شاء الله الموجودين يقدروا، بس اهم شيء انه الموجودين بعدهم يقدروا اللي ضحوا واللي سفكوا دمهم كرمال لبنان. ان شاء الله كل شهيد نقدر نكرمه باكثر من كتاب، دمنا كلهم ما بكفي. منتابع حلقتنا وضيفتنا لليوم هي لمى العوض، مديرة البرنامج في المركز اللبناني للتربية، أو مديرة البرامج بالمركز اللبناني للتربية المدنية. أهلا وسهلا فيك لمى، مش أول مرة منستقبلك لنحكي عن قضايا وحملات إنسانية أنتم بتقوموا فيها، واليوم الحملة بعنوان درجها واعترض، شغلة موجودة بالدستور اللبناني بس كتير كتير قليل يلي بيعرفوها، إذا يمكن ما حدا بيعرفها يلي هي. نحن هيدي الحملة مثل ما قلتي درجها واعترض، هي حملة اجت بإطار يعني أهداف أو ميشن تبع المركز اللبناني للتربية المدنية، اللي هو إشراك المواطنين بطريقة فعالة بصنع القرار وبالسياسات العامة. هلأ هيدي الحملة هي أنه في عنا آلية لتقديم العرائض والشكاوى بمجلس النواب بالمادة الثامنة من نظام داخل مجلس النواب، وهيدي يعني من سنة 1926، يعني تخيلي قد ايه قديمة. منا دارجة أبدا يعني أعطت الحق للمواطنين أنه هن يكونوا مشاركين ويقدروا يتقدموا بعرائض وشكاوى على الأشياء التنظيمية والتشريعية اللي هي موجودة، ويكون عندهم كونتاكت
بحث مباشر مع مجلس النواب بدون انه يروحوا من خلال يعني النواب الموجودين او يعني يكون في وساطات او اي شيء. يعني حق الدستور الديمقراطي اعتراض على موضوع معين بالدستور اللبناني بيقدر يتقدم بشكوى لمجلس النواب. كيف بيوصلها؟ بحيالله طريقه في يوصلها. لازم يكون هالشيء قانون مدرج بالدستور اللبناني ولا شو؟ لا هلا هي كانت يعني تقول لك هذه اللي هي موجوده. هلا سنه 2003 تقدم نائب غسان مخيبر بتعديلات معينه على هالاليه اللي هي لانه ما كان في ابدا يعني اوكي مين بيقدر يقدمها، على شو في يقدمها، شو المهل، وين بيروح بيقدم، بعد ما يقدم شو بيصير فيها، كل هالاشياء. يعني هذه الاليه مش مفعله لانه الناس ما بتعرف فيها ولا مطبقتها يعني، عرفتي كيف؟ فهو تقدم فيها ونحن اكيد انه تعاوننا معه بهالشيء ورجعنا نحن كمركز لبنان للتربية المدنية أطلقنا هذه الحملة وأطلقنا بعض التعديلات البسيطة اللي هي طبعا كمان مهمة إنه يعني الشكاوى والعرائض ما بتشمل بس الأمور التشريعية والتنظيمية، بتشمل كمان القرارات يمكن صادرة عن الوزارات أو أي سلطات. يعني أنت كمواطن عندك الحق إنه أنت تروحي مباشرة لمجلس النواب تمارسي حقك الدستوري والديمقراطي اللي هو كرس لك إياه القانون إنك تتقدمي، بس مثل ما قلت ما بيعرفوا العالم عنه. سو نحن بهيدي الحمله كان في يعني حمله توعيه، كانت يعني اول شيء اونلاين حطينا كثير، اكيد عملنا برودكشن الماتيريال هلا عم بتشوفوها انتم هذا السبوت، وعملنا عم نشوف كيف الواحد بيعترض. مزبوط، هيدي يعني اعطيتهم كل المعلومات اللازمه يعني بصفه شخصيه بيقدر الواحد يعترض. مزبوط، وحطينا حتى شو الفورم اللي بتتبعيه وشو لازم تكتبي وين لازم تتوجهي وكل هالامور. اوكي يعني. كنت عم تقولي الحمله قمتوا فيها هلا على الانترنت؟ على الانترنت، وعملنا كثير يعني محاضرات او يعني جلسات او شيء توعيه بالمناطق مع جمعيات المجتمع المدني وبالجامعات بكل المناطق اللبنانيه. هذا الشيء نعمل. اوكي بس شفنا بسبوت اللي قطع علم امريكا والبيت الابيض، شو فرجينا انه في عنا بلدان كمان هذا الشيء الحق عم بتكرسه، كيف كمان مثل كومباراتيف ستدي يعني احنا ببريطانيا وبالولايات المتحده كيف كمان عم بيمارسوا هذا الحق. يعني مثلا بامريكا انت فيك تقدمي بيتيشن اونلاين مثلا دغري يعني على السايت مثلا، انه فرجينا كمان انه هذا الشيء بغير دول كمان عم بيصير عم بيمارس يعني، وبالعكس انه بطريقه اكيد فعاله اكثر يعني كمان لانه هون ما بيعرفوا بباقي البلدان كمان عم نشوف. لقيتوا انه مزبوط الطلاب والجمعيات المدنيه ما بتعرف بهذا الحق؟ يعني كثير 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 قليل اللي بيعرفوا، واذا في حدا بيعرف ما حدا عم بيطبقه. واكيد انت اي شيء عندك اياه موجود وما عم بتمارسي ما الدولة حتى موجود. ايه والدولة ما بتضطر اصلا يعني تنظر ما فيه يعني مزبوط ما عم بيتكرس. يعني هي اكيد الممارسة الفعالة هي بتكرس هذا الشيء اكيد. ونحن مثل ما كنت عم بقول لك قبل يعني باطار كمان مشروعنا اللي هو التواصل بين الطلاب والنواب، اشركنا كمان الطلاب بهيدي الحملة اللي هي الشكاوى والعرائض بتقديم 4 عرائض وشكاوى مضيوا عليهم هن كلهم حول 4 قضايا اللي هن اول شيء قضيه المخفيين قسرا والمخطوفين. هن قدمون ولا انتم؟ نحن قدمناهم بس نحن كنا باطار جلسه عامه كانت كمان مع النائب غسان مخيبر، مضيوا هن كل العرائض واكيد هن انه مشاركين يعني بهذه القضايا وبيعرفوا عنا. طرحتوا سوا يعني المواضيع اللي رحتها تطرحها. مزبوط اللي هي اصلا هدول مقدم فيها قوانين يعني مثلا مثلا لجنه اهالي المخطوفين والمخفيين قسرا كمان تقدمت هلا بقانون بمشروع قانون للمجلس النواب وبعد ما تم النظر فيه. مثلا عندنا قضيه التحرش الجنسي، قضيه المقالع والكسرات، وقضيه المهل الدستوريه والتمديد اللي هي اللي عم بتصير لتاني مره، وهذا الشيء ابدا منه دستوري اكيد ومنه يعني موضوع بيئي انساني سياسي مزبوط ومدني. قدمتوا هالعريضه للمجلس؟ تقدمت ب 27 تشرين الثاني باسم تقدمت باسم المركز اللبناني للتربيه المدنيه، تقدمت واكيد اخذنا فيها يعني رقم ونحن اكيد رح نعمل هذا الفولو اب لا من اجل تفعيل هذه الاليه. اوكي قانونيا يعني كيف بيصير الفولو اب؟ يعني تنقول انت قدمتي او حيالله شخص قدم اعتراض للمجلس النيابي بعد فترة معينة مثلا ما صار ولا أي ردة فعل ولا أي تغيير، شو هلأ هو أنت بتروحي بتسجلي بالقلم بقلم المجلس وبتاخدي رقم أنت عليه. يعني هلأ هو إذا هيدي الآلية مفعلة أنت مش كتير ضروري تعملي فولو أب، المفروض هن يرجعوا لك أوكي. ويخبروك شو صار، بس بحال هذا الشيء ما صار ويمكن ما يصير لأنه هذا الشيء بعده جديد حتى على مجلس النواب، بدك أنت ترجع تراجعي بهالرقم والمعلومات اللي هي معك إياها. يعني أنت معك وصل ورقم وكل شيء فيك تتابع. طيب بس إذا قانونيا هن بدهم يراجعوا كمان شو بيصير؟
كيف قصدك؟ يعني هن استلموا الاعتراض ولنقول ما بعرف مين يلي بيقرا هلا هي مجلس بيعتمد على القضيه متخصصة. بيعتمد على القضيه اللي انت مقدمتيها. هذا القلم يعني الحدا الموجود هو مفروض يحيلها يا اما للهيئه المختصه للجنيه المختصه او للوزير المختص، واحيانا دغري بتروح على الهيئه العامه للمناقشه. فهو بيعتمد على القضيه والمشروع اللي انت لنقول راحت على وزاره البيئه. هون شو لازم يعمل الوزير؟ المفروض الوزير يدرسها ويرجع يحيلها للجنه العامه اللي هي تبت فيها. وانت تعرفي النتيجه، يعني المفروض انت مثلا هلا مثل ما كنت شايفه بيرجعوا يقولوا لك بيرجعوا يعني هي بتعرفي هي هلا نحن حاسين يمكن ما تودي لمحل وما بعرف شو لانه ما حدا عم بيطبقها، بس عن جد نحن بس عم نحن نعرف هذا الحق. يعني اذا انت بتصيري دائما تقدمي بصير يضطر المجلس انه لا بدنا نحن نجاوبهم للمواطنين. طيب عم تتخيل قد في ناس رح تعترض على اشياء؟ يعني نحن بنتامل انه ما ينقوا بس العالم انه عن جد يعترضوا بطريقه خطيه بطريقه رسميه وقانونيه لانه ليكي لما قولي لي كيف تنبشون هالافكار بالمركز عن جد بينبشوا عليهم هن موجودين لان يعني نحن بالمركز شغلتنا وعملتنا عن جد كتاب عن الدستور اللبناني ورحنا نشوف هلا شو الحمله مثلا هيك يعني هي اكيد نحن بنتبع المسار الديمقراطي للاشياء، يعني شو اكثر شيء عن جد نحن اهم شيء عندنا انه يشاركوا الشباب بصنع القرار وبالسياسة العامة يكون عندهم فكرة نقدية، يعني مش يمرقوا عن الأشياء يعني مرور الكرام، لا بالعكس إنه يطلعوا نظرة نقدية ويشوفوا هن كيف يكونوا حدا ناشط وأكتف إنه ليعمل هيدا التغيير. يعني هيك هي هيك بتصير. وكنت حابة أقول لك كمان إنه إحنا هلأ بسبعة تشرين عنا لقاء على هيدا الموضوع وكمان على موضوع التشريعات والاستعجال اللي هي القوانين اللي بتضل بالأدراج عند مجلس النواب، ورح يتم مناقشتها من قبل الطلاب مع ثلاث نواب اللي هن غسان مخيبر وعمار حوري وياسين جابر اللي هن كمان رح يكونوا عم بيجابوا أسئلة الطلاب بخصوص هالأمور. يعني بخصوص انه ليش بتبقى الملفات بالجوارير وانه ما في مهل، يعني ما في عنا شيء اسمه انه انت بس تكون نايب في عدد معين من القوانين او التشريعات انت لازم تطلعها، وفي مهله معينه يعني ما فيك تخليها كذا سنه مثلا مش منظور فيها. بخصوص حمله الدرجه واعترض، انت برايك رح تعمل تغيير بخصوص لمجلس النواب؟ يعني الناس كثير رح يعترضوا وان شاء الله يكونوا عن جد مسؤولين ويعترضوا على الاشياء المسؤوله، يعني مش انه حيالله شيء شفناه بالطريق ممكن نودي اعتراض عليه أكيد. بس انه في امور عن جد زعج العالم شو ما كانت من كل النواحي بيئيه سياسيه شو ما كانت، بس النواب رح يتحركوا؟ انا برايي بلبنان يعني وفي عندنا كذا سكسس ستوري يعني قصص نجاح يعني عن جد صارت بلبنان، اكيد ما صارت بسرعه بس باصرار الناس صارت، يعني في عندنا كذا قانون ما كنا يمكن كتير متوقعين او على الاقل ينظروا فيه بهالقد جديه مثلا لانه الناس كانوا ناشطين وتابعوا. هلا اذا ما عندنا ناس ناشطين وناس بتابعوا اكيد ما فيك تطلعي ويكون عندك كتير امل يعني، بس أوكي. يعني ان شاء الله كلنا امل وجود مجتمع مدني ناشط لا بيصير شوي شوي التغيير. نعم على كل حال يمكن لو ما وصلنا لنتيجه، المهم انه نحن نعرف هذا الحق بالاعتراض ونقدم ونمارسه. اكيد لما العوض مديره البرامج بالمركز اللبناني للتربيه المدنيه بنتشكر حضورك معنا. شكراً كل التوفيق وكل التوفيق هلا كمان ب 7 تشرين الثاني. ثانك يو. رح نتوقف مع فاصل جديد وبنرجع، خليكم معنا.